بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، متابعي قناة الإيمان الفضائية ومستمعي الأحبة عبر أثير إذاعة البشائر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل الخير، أهلا وسهلا بكم إلى رحاب هذه الحلقة الجديدة من برنامج فتبينوا. في زمن يشهد فيه العالم أكبر نهضة إعلامية وأوسع ثورة على مستوى التواصل بين أطرافه وربط أواصره، تبرز أهمية المنابر والوسائط الإعلامية كواحدة من أكثر الوسائل تأثيراً في الرأي العام. ولما كان الإسلام ديناً عالمياً ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو رسول إلى الناس كافة، فقد احتاج إلى وسائل دعوة وإعلام لكي يصل إلى أوسع شريحة في العالمين. ولذلك برزت الحاجة إلى الإعلام الديني الذي هو جزء من حركة دعوية تهدف إلى بناء الإنسان والحياة. ومنذ أن انبرز هذا الإعلام انطلقت في وجهه جملة من التحديات والتشكيك، وهو ما زاد من حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه. من هنا نسأل، أين هو موقع الإعلام الديني من إبراز قضايا الأمة والدفاع عنها؟ وأي تحديات تحول دون الوصول إلى أهدافه المنشودة؟ الإعلام الديني أي أمة يصنع؟ هو عنوان حلقة الليلة من برنامج فتبينوا، حيث يسعدني أن أرحب بضيفي في الاستوديو المفكر والباحث والإعلامي الدكتور يحيى أبو زكريا. أهلا وسهلا بكم دكتور. حياك الله صديقا عزيزا وجعل الجنة مثواك. واحد من أهل هذا الدار يعني. سلمك الله وأنا أشرف بالتواجد مع جنابك شخصيا أستاذ حسن، وفي هذه القناة المباركة التي أرسى دعائمها واحد من عمالقة الفكر الإسلامي المعاصر. الله يبارك فيكم. طبعا كما يسعدني أن أرحب بضيفي من بريطانيا الكاتب والإعلامي الأستاذ أحمد الحلفي. أهلا وسهلا بكم أستاذ أحمد. طبعا كما يسعدني ان ارحب بضيفي من بريطانيا الكاتب والاعلامي الاستاذ احمد الحلفي. اهلا وسهلا بكم استاذ احمد. اهلا وسهلا بكم، وعليكم السلام ورحمه الله. الله يبارك فيكم. أستاذ أحمد، نتمنى أنه أن تخفض قليلا صوت التلفزيون لكي تسمعنا بشكل أسرع. طبعا سيكون معنا في القسم الثاني من الحلقة من الجزائر جدا يعني الكاتب والأستاذ الجامعي في مجال الإعلام والاتصال الدكتور العربي بو عمامة. أهلا وسهلا بكم دكتور من جديد. حياك الله. في البداية لابد أن نتحدث عن أهمية الإعلام بشكل عام، وما هو الدور المنوط به على المستوى الإسلامي؟ الإسلام هو دين، هو شريعة، هو عقيدة، هو منهج حياة. أهمية الإعلام وإلى أي مدى يكتسب أهمية زيادة في المشروع الإسلامي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا دعني أفصل أكاديميا نوعا ما. نعم. عندما نقول الإعلام نقصد بذلك الإعلام المكتوب والإعلام المسموع والإعلام المرئي. نعم. وكل إعلام أدى دوره في مرحلة زمنية معينة. نعم. عندما كان خط طنجة جاكرتا العالم الإسلامي عرضة للاستعمار الغربي، لعب الإعلام المكتوب دورا كبيرا في التصدي لإفرازات الاستعمار الغربي، وساهم في تكريس الهوية الوطنية العربية والإسلامية، ودافع عن الأوطان وعن الأديان أيضا. وهذا الإعلام عندما تتأمل مساره وتفاصيله كان إعلاما نهضويا موحدا، لم نكن نسمع باللغة الطائفية، لغة الفرقة، لغة الفرقة الناجية، لغة أنتم في الجنة أنتم في النار، نحن النجاة، نحن الذين أوجدنا الله لأداء مهمة في هذه الأرض. كانت كلمة نحن هي السيدة، نحن المسلمون وكفى.
وهنالك وكان الهدف واحدا تحرير الأوطان من نير الاستعمار الغربي، وقدمنا ملايين الشهداء فعليا في كل الأمصار الإسلامية ضد الاستعمار الغربي. الإعلام المسموع أيضا برز في الحرب الكونية الأولى ثم الثانية قوية بشكل كبير. أدرك الغرب أهمية الإعلام في جذب العقول، يعني في أوج احتلال المشرق العربي والمغرب العربي برزت إذاعة البي بي سي كأقوى إذاعة عربية، بحيث العرب جميعا كانوا يبيتون على صوتها ويستيقظون على صوتها، وكانت تعرف سيكولوجية العرب، فقبيل الخبر المسموم كانت تمرر أم كلثوم فيسكر العرب بطربها ويأنسون بليلها. أحسن، نعم. وكانوا يأنسون بليلها ويستسيغون أخبارها، كانت توجه العقل الباطن والعقل الظاهر للعرب والمسلمين، ولم يكونوا منتبهين أن هذا توجيه سيكولوجي للنفسية العامة في العالم الإسلامي. في المقلب الآخر دكتور، ألم يكن هناك إذاعة عربية أثرت إيجابا في عملية الصراع، لا سيما عندما برز الاحتلال الإسرائيلي وكانت المعركة بين العرب والإسرائيليين؟ للأسف دعني أقول برزت إذاعتان، صوت الإسلام من مكة وصوت العرب من القاهرة، وكان صوت العرب في صراع مع صوت الإسلام. يعني نحن من الأول هيك. للأسف الشديد كانت هنالك رغبة وهابية للقضاء على عبد الناصر، فأوجدت إذاعة الإسلام للقضاء على المد الناصر الذي كان يمثل أطروحة النهضوية ضد الاستعمار البريطاني الفرنسي والاستعمار وهذا الصهيوني. ساعد البي بي سي كثيرا يقينا، والغرب كان وراء الكثير من الإذاعات لاحقا في العالم العربي والإسلامي. أريد أن أبقى في الواقع لأننا أبناء اليوم. نعم. عندما أدرك الغرب أن العرب لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يحفظون، وإذا حفظوا سرعان ما ينسون، كما قال مناحيم بيغن، بدأوا يؤسسون الصورة والصورة باتت تقود العرب والمسلمين. يا أستاذ حسن، أنت وأنا وأصدقاؤنا ننتمي إلى جيل القراءة. فيما مضى كنا نقول قال الطوسي، قال ابن طباطبة، قال الفيروز أبادي، قال ابن منظور، قال سيبويه، قال صاحب الجمهرة ابن دريد، قال فلان، كنا نقرأ. نعم. وما زلنا نقرأ وما زلنا نقدس القراءة. اليوم الأجيال فقدت القراءة، أضاعت الكتاب، ليس هناك مكان للكتاب. بدليل للغرابة نجيب محفوظ، الرواية التي حصل بسببها على جائزة نوبل وأنا كنت عندها في ستوكهولم، للأداب أولاد حارتنا، طبع منها 500 نسخة في القاهرة فقط. 500 نسخة. قاهرة هذه أم الدنيا. إيه أحسنت، يعني تعداد سكانها اليوم قرابة 100 مليون، يعني نصف العرب مصر. نعم. فالعرب اليوم لا يقرؤون، يعتمدون على الصورة. نعم. في نقاشات الناس قالت هذه القناة، قالت تلكم القناة، قالت تلك القناة. الآن تعال وانظر من يؤسس لهذه القنوات ومن يوجهها فعلياً، وما الذي فعلته عندما تأسست؟ فجرت الأمن القومي العربي، كرست الطائفية، سنة، شيعة، إباضية، زيدية، إسماعيلية، دروز وما إلى ذلك، وخلقت التنافر بين العرب، صار العربي يكره العربي، الجار يكره جاره، الأخ يكره أخاه، وعدنا إلى مساوئ التاريخ الإسلامي وإلى كل المتناقضات في عصر السقوط والانحدار الحضاري، أحييناها من جديد وبعثناها من جديد. فتأسست الصورة العربية أو ما قيل الفضائيات العربية، وهنا الإعلام الثالث، إعلام الصورة. نعم. هل تركنا الغرب؟ لا، جئنا إلى مرحلة أخطر. أخطر بطبيعة يعني الحال. تعتقدون بخطورة المرحلة أكثر من الصورة؟ لأن الصورة أكثر تأثيرا. الصورة حتى في علم الحق، كيف نعرف الحق؟ نعم. الباطل أن تقول سمعت، والحق أن تقول شهادت. نعم. وتلاعبوا بهذه الصورة، خلقوا ثورات ملونة، خلقوا ربيعا هو ربيع إسرائيل وليس ربيع العرب، اقتيد العرب من أنوفهم وذقونهم وعقولهم، وأخذوا إلى الدخول في صراع مع الجيوش ومع الدول، فأسقطنا الدول والمجتمعات وأسقطنا كل شيء. جامعة بنيناها بعروقنا دمرت بالله أكبر، مستشفى بني بدماء الناس دمر بالله أكبر، سكك الحديد بنيت بجهود
الحرفيين دمرت. الله أكبر، حتى صارت كلمة الله أكبر هي مصدر رعب، مرادفة للرعب والإرهاب. نعم. حتى يقال في دمشق ذات يوم طفل صغير سمع الأذان الله أكبر فبكى، قال يا أمي هل سنموت بعيد حين؟ بينما كانت ألطف كلمة، كلمة التوحيد، وأنت تعلم أن الإسلام بني على التوحيد. هل العرب اكتفوا بصناعة هذا الإعلام المرئي؟ لا، وزارات الخارجية الغربية أسست فضائيات. اليوم أمريكا عندها فضائية، فرنسا عندها فضائية، بريطانيا عندها فضائية، هي جزء من سياستها، حتى الصين لديها فضائية، روسيا لديها فضائية. يعني العربي بات يتلقى محتوى غربيا استعماريا، دعنا نقول بلغة العرب، بل حتى المنصات التي العرب يدفعون ثمنها تبث أفلاما ينتجها الغرب لتدينك، تقول لك المقاومة إرهابية، الإسرائيلي يجب أن تحبه وجارك وحبيبه، وهذا إنسان مظلوم، لا، والسحاق مطلوب، والشذوذ مطلوب، وكل شيء مطلوب، وذلك بلغة عربية جميلة. السؤال أستاذ حسن، نحن أين؟ أين نحن؟ نحن دقيقة أجيبك بإيجاز، نحن نقلنا معركتنا إلى التاريخ. نحن نقلنا معركتنا في اتجاهين، ذهبنا إلى التاريخ وبتنا نتناقش ونتجادل حول قضايا لا وجود لها، لأن التاريخ في حكم العدم كما يقول الفلاسفة. دكتور أنا بهمني أكثر من دقيقة. نعم. أنا بدي يعني أوقف عند هذه النقطة أكثر من دقيقة، ولكن دعني يعني أستلخص هيك نتيجة من كلامكم الخطير جدا. هل تريدون أن تقولوا إن الإعلام الديني هو أيضا كان جزءا من هذه الخطة، جزءا من هذه اللعبة، هو دخل أيضا إلى هذه المنظومة بحيث يعني صار المواطن المسلم العربي والمسلم عرضة لهذا الإعلام الذي يلعب فيه وبمضمونه وبما يبثه؟ إذا أردنا أن نطرح سؤالا فلسفيا إشكاليا اليوم في القرن 21 في العام 2022، أين النسخة الصحيحة من الإسلام؟ كم إسلام عندنا في خط طنجة جاكرتا؟ كم حركة تفسير للدين موجودة في خط طنجة جاكرتا؟ وعندما تريد أن تبحث عن من دمر الإسلام تجد أن كعب الأحبار لعب دورا، وهب بن منبه لعب دورا، عبد الله بن سلام لعب دورا. عندما كان المسلمون يتقاتلون فيما بينهم كانوا اليهود صناع الفتوى وصناع الحديث، وأنت تعرف هناك بحث مطول اسمه الإسرائيليات في التفسير وفي الأحاديث النبوية. نفس الشيء اليوم، الإعلام الديني سخر لخدمة أجندات الكبار. لا يوجد عندنا إعلام ديني إلا فيما ندر، وسوف نأتي إليه. نعم. وواحدة من بركات الإعلام الديني قناة الإيمان الفضائية التي تدعو إلى وحدة المسلمين، للحوار، إلى التلاقي، من وحي منطلقات سماحة المفكر الإسلامي العملاق السيد محمد حسين فضل الله رحمة الله تعالى عليه. لكن هذا لا يقاس عليه، لأنك أمام 1500 فضائية على النيلسات والعربسات. تعال حلل محتواها. الإعلام الديني نقل معاركنا إلى التاريخ. تكفير، تشكيك، حتى تصور يوجد قناة فضائية تشكك حتى في إسلام علي بن أبي طالب. وهو الذي صنع الإسلام بجهده وشجاعته وعلمه وفصاحته وبلاغته. فإذا هناك إعلام ديني دمر المسلمين، إعلام ديني شتت المسلمين ويشكك في كل جهد نهضوي تقوم به أنت أو أنا. إذا قمت بجهد في دائرة الفكر الإسلامي ولم يرق لهؤلاء، يقولون عنك مجوسي، رافضي، خارج عن الملة والدين. دائما التهمة جاهزة من أجل أن يشيطنوك بين هلالين. هكذا كنا. هل قرأت كتاب الملل والنحل لابن حزم الأندلسي؟ هل قرأت كتاب الملل والنحل للشهرستاني؟ هل قرأت كتاب الفرق بين الفرق للأسفاريين البغدادي؟ العكس، كانوا أفظع منا. والشاك في كفره كافر، والذي لا يطعن في إيمانه فهو مطعون في نسبه. يعني شككوا حتى في نسب المرء إذا لم يدخل في موجة التكفير وفي موجة الإلغاء والإقصاء والاستعصار. سوف نتوقف عند الإعلام الديني، عند الفضائيات الدينية والدور الذي كان لابد أن تلعبه أو من المفروض أن تلعبه، وكيف
تحول هذا الدور، ولكن يبقى يعني تبقى هناك نقاط يمكن مضيئة، هذه أيضا نريد أن نسلط الضوء عليها. ولكن دعني أستقبل معي الأستاذ أحمد الحلفي من بريطانيا. أهلا وسهلا بكم أستاذ أحمد. أهلا وسهلا أستاذ حسن. الله يبارك فيكم أستاذ أحمد. كيف تقيمون واقع الإعلام الديني في هذه المرحلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ حسن وأحيي ضيفك الدكتور يحيى أبو زكريا وضيوفك الكرام والمشاهدين وقناة الإيمان والقائمين على قناة الإيمان المباركة. شكرا جزيلا. الحقيقة الإعلام الديني الآن في هذه المرحلة وكل مراحل التي مر بها هذا الإعلام يواجه صعوبات وتحديات كبيرة لضخامة الموجة ولضخامة وسائل الإعلام الأخرى التي تقف بالضد وتعمل على تشويه الصورة الحقيقية للإسلام خاصة في الغرب. ونحن نتحدث عن جانب الغربي، أما الإعلام داخل المنظومة الإسلامية والدول الإسلامية هو يخضع إلى السلطات أو الدول الإسلامية والحكومات الإسلامية التي لا يهمها شيئا من شأن الإسلام بقدر ما يهمها السلطة، خاصة الحكومات المتسلطة على رقاب الشعوب الإسلامية والمرتبطة بالمحور الغربي والمحور الأمريكي، وتسير في ضمن المنظومة التي يوجهها هذا الإعلام الغربي والإعلام الأمريكي. لذلك نجد يعني عملية غير متوازنة وصراع شديد وضغط كبير وهائل، خصوصا أن وسائل الإعلام وسائل التكنولوجيا الحديثة ومحركات هذا الإعلام هي في يد الآخر، في يد الإعلام الغربي، وهو الذي يهيمن على هذه الوسائل ويحركها بالشكل الذي يريد أن يحققه والأهداف المرجوة من وراء هذا الإعلام. فالإعلام متواضع، الإعلام الديني خصوصا أن القنوات الإعلامية الدينية أو الإعلام الديني والمؤسسات الإعلامية الدينية لا تمتلك من الإمكانات والكفاءات أيضا بنفس الوقت. لا يوجد إعلاميون متخصصون ومهيئون سواء إعلاميا تخصصيا فنيا ثقافيا لغويا وضمن أطر ودراسات نفسية لمواجهة هذا الإعلام الضخم. الغرب يعمل على تشويه صورة الإسلام، يعني صورة الآخر أو صورة الإسلام والمسلمين في وسائل الإعلام الغربية تتميز بكثير من التشويه والتحامل والجمود. وحتى أن الإساءة التي تعرضها المسلمون والإسلام تكاد تكون غير مسبوقة في تاريخ الأديان وكذلك في تاريخ الثقافات والأمم. إذا كان هناك منصفين يقيمون هذه الموجة العارمة من الإساءة للإسلام. طبعا دكتور أحمد، يعني أشرتم إلى نقطة جد مهمة أنا يعني كنت سأتحدث عنها، ولكن بالنظر إلى أنكم تحدثتم عنها، وهي علاقة المسلمين مع الغرب أو الإسلام مع الغرب وواقع المسلمين في هذا الغرب. دعني أستفيد من وجود الصديق والزميل الدكتور يحيى أبو زكريا. دكتور يحيى، إلى أي مدى ترون أن المسلمين الآن في الغرب يعني يحملون أعباء حملهم إياها هذا الإعلام الديني الذي سار بعكس الأهداف التي كان المرجوة منه؟ يعني هو حملهم أعباء إضافية من التهم، من التاريخ، من الواقع الذي يكتبه بعض حالات التكفير. إلى أي مدى المسلم في الغرب الآن يعني يعيش هذا العبء؟
طبعا أريد أن أشير إلى أنني وضعت أكثر من كتاب حول الإسلام والغرب، من أبرزها الإسلام والغرب وحوارات مع مفكري أوروبا، سلسلة حوارات كنت قد أجريتها مع مفكري الغرب. وتذكر أحد المفكرين الغربيين قال لي: يا يحيى، أنت تتبجح بالحضارة الإسلامية، انظر إلى المسلمين، بمجرد أن يأتوا إلى الغرب يسألون عن الحانات، عن دور الملهى والملاهي. فقلت له: ممكن أغبياؤنا يتركون الإسلام، لكن مفكريكم يعتنقون الإسلام. وتلك المغالطة. الغربيون أو العالم العربي والإسلامي والغرب كان هناك ثلاث فترات احتكاك. المرحلة الأولى مرحلة الأندلس، وكانت تجربة ناجحة، أوصل المسلمون أفكارهم إلى الغرب، حتى أن الدبلوماسية الإسلامية في الأندلس كانت إذا جاء الدبلوماسي الغربي إلى الأندلس ليحصل على الاعتماد يستحم، يعني يأخذونه إلى الحمام أولا، لأنه كان يأتي والقمل يغزو شعره. وكانوا يأتون بالقباقب الخشبية. لماذا؟ لأنهم كانوا إذا خرجوا من دورهم يدوسون على النجاسات، فلذلك كانوا يستخدمون هذه الأحذية. الأندلس كانت تجربة رائعة، أعطيناهم الكثير من الأفكار. طبعا أنا لا أتغنى بالماضي طبعا، إنما أتحدث عن حقائق تاريخية. المرحلة الثانية كانت مرحلة الحروب الصليبية، عندما جاء الفرنجة إلى دورنا، وكانت تجربة مريرة، دخلوا إلى قلب منازلنا. وصلوا إلى القلب، إلى القدس. هذه القدس التي باعها العرب والمسلمون اليوم، أو بعض العربي وبعض المسلمين. المرحلة الثالثة مرحلة الحركة الاستعمارية، حيث قتل الغربيون ملايين المسلمين في خط طنجة جاكرتا. في الجزائر وحدها قتلوا 10 ملايين جزائري من 1830 إلى 1962. من العلماء الذين حرقوهم بالسائل المذيب للحم الشيخ العربي التبسي رحمة الله عليه. ولذلك في الجزائر نقول: الشهيد الذي لا بدن له ولا قبر له، لأنهم أذابوا لحمه وشحمه وعظمه. هذه التجارب الثلاثة مريرة واقعا. والغرب عندما تعود إلى بنيته الفلسفية، وأوضح ذلك مونتسكيو، الغرب ذكي والشرق غبي، وعلى الذكي أن يحكم الغبي. أوضح ذلك هيجل، شبينغلر، عندما قال أنه لدينا العقل ولديكم المال. نعم نعم، هم يعترفون أنتم أيها العرب والمسلمون أغبياء ولكن تملكون المال. إلى يومنا هذا القاعدة تقول: نحن منتجون وأنتم يا عالم إسلامي مستهلكون. فإذا سمحنا لكم بالارتقاء إلى مستوى الإنتاج، أين تذهب بضائعنا؟ ولذلك يجب أن تظلوا متخلفين متوحشين. وكان أفصحهم في النطق والدلالة برنارد لويس في كتابه أزمة الإسلام، والدراسة التي كتبها لمؤسسة راند، وهي واحدة من مؤسسات التينك تانك التفكير الاستراتيجي، عندما يقول بالحرف الواحد 2006: العرب متخلفون متوحشون برابرة، يجب تقسيم دولهم إلى 60 دويلة. إذن المسلمون في الغرب الآن في واقع صعب جدا. في الغرب اليوم يوجد هيمنة. الغرب لا، وكذوبة حوار الحضارات لا وجود لها. الغرب يقول لك: أنت مستضعف، فأنت جئت إلى الغرب تبحث عن الأمن السياسي، الأمن الاقتصادي، تبحث عن جواز سفر يتيح لك أن تكون عزيزا في وطنك. يا أخي، نحن ككتاب وصحفيين بجوازاتنا الوطنية أهانونا، دمرونا، سجنونا بحجة أننا نفكر. وهل التفكير ممنوع في الوطن العربي؟ إذا كنت تفكر تظل منفيا ومسجونا ومقتولا ومصلوبا. فالغرب يقول لك: أنت جئت إلي ليحميك، لأعطيك أمنا تفتقده، ولأعطيك حرية تفتقدها، لأعطيك حرية. أنت تستطيع أن تنتقد أي رئيس غربي. طبعا الرئيس العربي أنت انتقدته مشكلة، تصبح في خبر كان. تستطيع أن تنتقد كائنا من كان. وتنام في بيتك بسلام. لا رجال مخابرات يأتونك، ولا زنزانة انفرادية يأتونك، ولا اسمن تبيت عليك ما نام عليه يحيى أبو زكريا وما إلى ذلك. يا سيدي، أن تفكر في الوطن العربي فأنت متألم، فأنت منبود، فأنت ملاحق، فأنت مطرود. ثم نتحدث لماذا لم ينهض العرب ثقافيا.
وهذا الغرب يقول لك إسلامك يسبب لي مشكلة. حجاب ابنتك، حجاب أختك، حجاب زوجتك، هنا التحدي يؤرق المنظومة الاجتماعية. هل تعلم حتى تحصل على الجنسية الألمانية يوجد 20 سؤال يجب أن تجيب عليها كلبناني، كجزائري، كمصري، كعراقي؟ من جملة الأسئلة، إذا رأيت ابنتك مع شاب ألماني ماذا تكون ردة فعلك؟ إذا ابنك كان مثليا جنسيا كيف ستتصرف؟ إذا قلت لا أقبل ولا أريد وقيمي لا تسمح، سلام على الجنسية في الأولين. طيب إذا يعني بدي توجه للأستاذ أحمد. أستاذ أحمد، يعني هذا الواقع الذي نتحدث عنه فعلا هو واقع صعب. المسلم الآن في الغرب يعيش محاصرا بهذه الأزمات. هل تستطيعون من خلال دوركم كمسلمين وإعلاميين وكتاب أن تحملوا بعض القضايا العربية؟ أنا كنت بدي أسألك عن أين هي القضايا الإسلامية والعربية في داخل الغرب. يمكن السؤال هون صار لازم يتغير. هل تستطيعون أن تحموا هذا الجيل الآن من هذه الأزمات التي تحيط به؟ الحقيقة المهمة صعبة جدا والتحديات كبيرة والواقع يعني مأساوي بالنسبة للأجيال التي تنشأ أو جاءت هذه الأجيال بمراحل عمرية صغيرة وغير ناضجة، وذلك لأن الدراسة كما تعلم في هذه المدارس تعطي صورة مختلفة عن الإسلام. صحيح هناك قوانين وتشريعات عدم التمييز بين الأديان والأجناس والقوميات، إلا أن تعمل هذه المدارس إلى فصل الطالب أو الأبناء والبنات عن طبيعة عقائدهم وعاداتهم وتقاليدهم. نعم. ولذلك هذه الأجيال تمر بتحديات كبيرة، خصوصا لا توجد بدائل. يعني هنا المؤسسات والمراكز الثقافية عطاءاتها محدودة وإمكانياتها محدودة، والوقت الكبير يقضي الطلاب في المدارس وفي الجامعات. يعني طالب من الساعة 9 يجب أن يكون داخل المدرسة ويستلموه أهل الساعة 3، يعني ثلاثة أرباع الوقت معهم. تماماً. نعم. معبأ تماماً بالأفكار والمفاهيم والتوجيهات والدراسة اللي تلقاها داخل المدرسة. خصوصاً أما ما يسمح به لهذا الطالب أو الفرصة المتاحة له ليستفيد من دروس علم القرآن، دراسة القرآن واللغة العربية في يوم العطلة في السبت أو الأحد، يوم نهار كامل ودراسة محدودة تعليم اللغة العربية وبعض العلوم القرآنية. نعم. الحقيقة هذا لا يكفي. حتى الدراسة هناك مدارس، يعني مدارس بها توجيه ديني، لكن تحديات كبيرة وصعبة وقاسية، والإعلام شديد الضغط على هذا الجيل. يعني نعم، جيل يتحمل ضغوط شديدة، خاصة المحجبات وعدم استقبالهم وعدم ترحيب بهم في الشركات أو الوظائف، وهناك وظائف محدودة يعني. نعم. ممكن استيعاب هذه. عندي إضافة إذا سمحت. نعم. لهذا الموضوع. المحجبات. نعم. ولدينا يعني جيل هنا يمتلك من الطاقات والكفاءات، والحمد لله يعني وصل إلى مراحل متقدمة. نعم. في الدراسة وبالشهادات، وفرض نفسه في مؤسسات الدولة سواء في المجال الطبي أو الاقتصادي أو الهندسي. ولكن أستاذ أحمد، يعني نحن نريد أن نحمي هذا الجيل، نحمي فكره، نحمي عقيدته. يعني هو على المستوى يمكن العلمي والعملي أصبح في مواقع متقدمة،
ولكن هناك ضغط غير عادي وحصار غير عادي. هناك من يشاركنا الآن في تربية أطفالنا، أطفالنا خاضعون لهذا المحمول الذي يدخلون من خلاله إلى هذه المنصات المتعددة. الدكتور يحيى على ما يبدو عنده إضافة بهذه المسألة تحديدا، نريد أن نسمعه بعد إذنك، تفضل. يعني عندما تكلم أخي والصديق الأستاذ عن محنة الأجيال المسلمة في الغرب، والله أثار لواعجي وأشجاني، لأنني جلت كل أوروبا وأعرف هموم المسلمين هناك. الفرق بين الوكالة اليهودية العالمية وبين المرجعيات الإسلامية أن الوكالة اليهودية العالمية كانت تتابع اليهود حيثما وجدوا وترعاهم ثقافيا، فكريا، ماليا، لوجستيا، استراتيجيا، حماية بالقوانين بكل التفاصيل. أما المسلمون فأيتام لا بواكلهم. الطفل المسلم يدخل إلى المدرسة من المواد الإجبارية الجنس، ويشاهد فيلما جنسيا، هكذا يتم تدريس هذا الموضوع تحت عنوان علمي. البنت المحجبة نفس الشيء، ولا تستطيع أن تتخلف. الأب المسلم إذا اختلف مع الزوجة المسلمة مع زوجته، تأتي المؤسسات الاجتماعية وتأخذ الأبناء. اليوم في شمال أوروبا هنالك كارثة، الكثير من العوائل المسلمة فقدت أولادها وسلموا إلى عوائل أخرى. يؤخذ محمد ويؤخذ خالد ويؤخذ حسن وحسين ويعطوا لعائلة يوهانسون وعائلة يونسون، أذكر الأسماء كما هي. ويتربى الطفل يتمسح وينشأ تنشئ، بل حتى المثليون والمثلية يجوز للرجل أن يتزوج رجلا يتبنون أطفال مسلمين ويعيشون ضمن هذه البيئة. جيد، أين المرجعيات الإسلامية لتضغط على الدول الغربية أن حصنوا المسلمين؟ انفجار الأسرة المسلمة في الغرب حدث ولا حرج، أسر تنهار. تجد المسلم من العراق، من الجزائر، من لبنان يدفع 20,000 دولار لمهرب حتى يوصله إلى السويد وإلى الدنمارك وإلى لندن وإلى دول الغرب. أول شيء يحصل لهذه الأسرة المسلمة الانفجار والانهيار. وأنت تعلم أن الأسرة المسلمة إذا تفككت، علماء النفس والسيكولوجية يقولون أطفال النوابغ ينتمون إلى أسرة متلاحمة بالحب والمودة، أما الأطفال الذين لادوا بالانحراف هم الذين ينتمون إلى أسر مفككة. لماذا هذا التفكك؟ لأن استراتيجيي الغرب يقولون أنه كلما تفككت الأسر كلما تحكمنا في الأبناء. صار الأبناء يجدون طريقهم إلى المخدرات، إلى الملاهي، إلى السخط السيكولوجي ضد القيم التي نشأوا عليه. دعني كلمة أخرى. أنت أشرت تحديات المسلمين. يا سيدي، مفكرون غربيون كتبوا عن الهولوكوست فسجنوا. يورغان غراف في سويسرا سجن 3 سنوات لأنه كتب عن المحرقة. رجاء غارودي رحمة الله عليه الذي قال لذات يوم، قال لي يحيى الحمد لله أنني تعرفت على الروح والتصوف في الإسلام، لأنه لو رأيت المسلمين قبل معرفتي للروح والعرفان لكنت غير هذا. هي التي ثبتته يعني. أحسنت. سجن وطرد من جامعة السربون لأنه شكك بالهولوكوست. روبرت فوريسون ضربوه في الشارع واعتقلوه وسجنوه. ديفيد إيرفينغ البريطاني، تصور لما حكم في النمسا، وهذا على غير عادة المحاكم الغربية، جاءوا به مصفدا بالأصفاد لأنه تحدث عما جرى في بولونيا والتضخيم اليهودي للمحرقة. هذا الموضوع، هؤلاء غربيون. هذا الموضوع يستحق أن نقف عنده الآن بعد الفاصل، ولكن أريد أن أعود إلى الأستاذ أحمد بشكل سريع جدا. أستاذ أحمد، طرح الدكتور يحيى سؤالا مهما، أين مرجعياتنا الإسلامية؟ هل تجدون أن المراكز الإسلامية في الغرب بشكل عام هي بمستوى هذا التحدي؟ هي تستشعر الخطر ربما، ولكن هل هي بمستوى التحدي؟ الحقيقة الجواب يعني بكلمة واحدة، ويعني ليست قادرة هذه المؤسسات وبالرغم من إمكانياتها وطاقاتها وكفاءاتها، لأن الضغط كبير والموجة عارمة وتحديات كبيرة جدا، ولا توجد خطط، لا توجد برامج، ولا توجد للأسف استراتيجيات لمواجهة هذه التحديات.
نعم. وهذه العملية ليست يعني وليدة اليوم، سنين الآن مرت على هذه الأجيال وانصهرت وذابت وتحللت وصمد القليلون. وكما تفضل الأستاذ الفاضل دكتور يحيى أن العوائل يعني تعيش أزمة، أزمة تفكك اجتماعي وعائلي وأخلاقي، وهذا التحدي يعني مسؤولية كل المراجع، سواء المراجع المؤسسات الفكرية والدينية والإسلامية بداخل الدول العربية أو خارج الدول العربية في الدول الإسلامية عامة. نعم. وهذه مسؤولية كبيرة تقع على الجميع، وخاصة الإعلام المسؤول والإعلام الهادف والإعلام الديني الذي يسعى إلى تغيير المعادلة. نسأل الله تعالى أن يعني يقويكم وأن يزيد من هذه العزيمة لكي نتمكن جميعا من أن نحافظ على هذا الجيل الإسلامي في مواجهة هذه المآزق وهذه المخاطر التي تحيط بنا. الأستاذ أحمد الحلفي الكاتب والإعلامي، حدثتنا من بريطانيا، أهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا، شكرا لكم على هذه المداخلة. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ حسن، الله يبارك فيكم. دكتور يحيى، من نروح إلى فاصل قصير جدا ونعود إلى حوارنا بإذن الله. مشاهدينا ومستمعينا، فاصل قصير ونعود إليكم، فلا تذهبوا بعيدا. أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا ومستمعينا أيها الأحبة، إلى القسم الثاني من حلقة الليلة من برنامج فتبين. أجدد الترحيب بضيفي في الاستوديو الإعلامي والكاتب والباحث الدكتور يحيى أبو زكريا. أهلا وسهلا بكم دكتور. أعزك الله. دكتور، الله يبارك فيكم. هناك فقرة قصيرة نتوقف معها قليلا، وهي صفحات من كتاب، ونعود إلى الحوار. عنوان الكتاب: الدين والإعلام في سوسيولوجيا التحولات الدينية. المؤلف: الباحث المغربي في سوسيولوجيا الأديان رشيد جرموني. الناشر: دار الفيصل الثقافية. رسالة الكتاب: يطل الكتاب على الإعلام الديني كمفهوم وسياق وجذور وانتشار، ويخصص محوراً عن الإعلام الديني وسوق الاستهلاك الرمزي، ويقدم فيه الفضائيات نموذجاً، ويغوص في جانب الدعاة الجدد وموجة التدين الفرد، ويرصد الجدل الواقعي والافتراضي بين الإنترنت والتدين، كما يسلط الضوء على الإعلام وسوق الفتوى، ويتعقب التحولات التي لعب الإعلام فيها ولا يزال دوراً حيوياً. مقتطف من الكتاب: لم يساهم الإعلام الديني أو الخطاب الإعلامي الديني الذي يروج في مختلف القنوات الفضائية والإلكترونية وغيرها من المنابر الإعلامية في خلق تدين جماعي ومتماسك للمجتمعات المسلمة بقدر ما خلق تديناً فردانياً وشكلانياً وشخصانياً. وقد تمكن الإعلام الديني من تحرير الفاعلين الدينيين الاجتماعيين وتحررهم من احتكار السلطة الدينية للمؤسسات الدينية، ما أحدث تحولات ثورية في الحقل الديني، وما نتج عنه من تعدد وتنوع في المرجعيات والمضامين القيمية الدينية. نعم دكتور، إذا أردنا أن نعود إلى جوهر الحديث عن الإعلام الديني، عن الفضائيات الدينية، نلاحظ أن هذا الإعلام لم يستطع أن يشكل خرقاً في داخل الرأي العام، إن كان على مستوى العالم العربي والإسلامي أو العالم الغربي. طيب، بينما نلاحظ أن الإعلام المتطرف استطاع أن يشكل هذا الخرق، استطاع أن يصل
إلى الغربيين حتى، ولذلك وجدنا بعض المجندين لدى داعش والنصرة من أوروبا، جاءوا صحيح. من أوروبا تركوا بلادهم صحيح. وجاءوا إلى هنا من أجل أن يفجروا أنفسهم بجماعة هنا وجماعة هناك صحيح. ويذهبوا للغداء مع النبي محمد صلى الله عليه صحيح. وآله. إلى ماذا يفتقد الإعلام الديني؟ هل هو لأنه إعلام مقيد مثلا بأحكام بضوابط؟ ما سر هذا يعني هذا الانكماش في الدور؟ أنت تعرف أستاذ حسن صراحة المعهودة حتى على نفسي يعني مبدئيا هل لدينا إعلام ديني؟ نحن لا نصرف على الإعلام ولا نستثمر في الإعلام، يعني نبني معاهد دينية ولا نبني مؤسسة إعلامية نصرف على أمور عابرة لا تؤسس للأجيال ولا نصرف على الإعلام. نحن حتى الحقوق الشرعية لا نصرفها على الإعلام للأسف الشديد. الإعلام ليس بذي أهمية عندنا، حتى أنني ذات يوم قلت لأحد المراجع قلت له هل يمكن تخصيص جزء من الحقوق الشرعية لبناء منظومة إعلامية؟ قال لي أنا بنيت 3 مدارس إسلامية. جيد، أنت بنيت 3 مدارس إسلامية، جميل جدا، نرجو أن يكون المحتوى حضاري وتخرج هذه المعاهد عقولا جبارة تواجه التحديات. هذا السؤال الأول، هل نملك بالفعل إعلاما دينيا؟ في ساحتنا الإسلامية لا يوجد اهتمام بالإعلام، الإعلام ليس أولوية، الإعلام ليس بذي أهمية. علما أنا لدي كتاب بعنوان الإعلام ذلك السلاح الاستراتيجي، قد تجد مفكرا كتب المتون والموسوعات 40 سنة لا أحد يعرفه، يطل في الإعلام 1/4 ساعة فيصبح حديث القاصي والداني. تصور إلى هذه الدرجة الإعلام فرض نفسه على الناس جميعا، لأن الأمة العربية والإسلامية اليوم أمة مشاهدة، أمة ترى، أمة لا تقرأ، لا تفكك النص، لا تحلل، تشاهد الصورة وتبني عليها. ومع ذلك يعني لا زال القيمون على الوضع الديني لا يؤمنون بأهمية الإعلام نهائيا. يا سيدي أمريكا خاضت حرب الخليج اليوم 75% بالإعلام. اليوم عندما تتأمل العالم العربي والإسلامي أمامك طنجة في المغرب وجاكرتا في أندونيسيا خط عرض العالم الإسلامي. تعداد المسلمين اليوم 1.8 مليار مسلمة في القارات 5، أين الوسيلة الإعلامية المتخصصة في تقديم الإسلام؟ تقديما حضاريا متألقا. نحن نقدم الإسلام بطريقة مذهبية، ربنا جل في علاه المولى عز وجل الخالق الكريم الحنان المنان جعل دينه عالميا، نحن جعلنا الدين مذهبيا زقاقيا قطريا، ديننا للشارع. حتى يوم الجمعة عندما الخطيب يرتقي المنبر ليلقي كلمة تجد المصلين هذا يتأمل الفيسبوك، ذاك يتأمل تويتر، ذاك يتأمل الإنستغرام يعني. وللأسف تجد الخطيب يخاطب 100 200 300، لكن الفيسبوك الإنستغرام التويتر وسائط الاتصال تخاطب مليارات المسلمين. اليوم تحدثت عن عولمة الفكرة. هوليوود الأمريكية تنتج فيلما يراه اللبناني والمصري والجزائري والفلسطيني والكويتي والعراقي في نفس الأسبوع. نفس الأسبوع هذا الفيلم ينزل فيفرض أجنداته. تشوارزكوف صاحب كتاب مذكراتي عن حرب الخليج الأولى يقول نحن عندما وزير الدفاع تشوارزكوف رئيس الأركان أحسن يقول عندما نصنع الفكرة نفرش الكرة الأرضية على الطاولة ويجب أن تكون فكرتنا في كل الأمصار. نفس الفكرة الاستراتيجية العسكرية الأمريكية، أمريكا لها وجود عسكري في 156 دولة في العالم العربي والإسلامي وفي القارات الأخرى. إذن هذا التواجد نحن لا وجود لنا. نحن عفوا يوجد إشكال آخر في الإعلام الديني، هل نحن نقدم الواقع أو نقدم التاريخ؟ طيب دكتور يحيى، ضيفي من الجزائر الأستاذ الجامعي والكاتب الدكتور العربي بوعمامة، أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا مرحبا ومرحبا بالأستاذ زكريا معك. حياك الله، تحياتي لك. الله يبارك فيكم. يعني كنت أريد أن أسألكم عن
قضايا، أين هي قضايا الأمة في الإعلام الديني؟ ولكن مداخلة الدكتور يحيى جعلتني أغير السؤال، أين هو الإعلام الديني في ظل هذه السطوة للإعلام ولمواقع التواصل في العالم؟ شكرا، وبدي أنا أشكركم على هذا الموضوع يعني جدير بالاهتمام واهتمامكم بهذا الموضوع، لأنه موضوع فعلا موضوع كبير وموضوع يحتاج منا إلى حلقات وحلقات. نعم. أنا أشاطر مبدئيا أخي زكريا في طرحه، يعني أين هو الإعلام الديني؟ فعلا لا نجد هذا المحتوى الديني الإعلامي الرسالي في القنوات الفضائية في الإذاعات، هو عبارة عن إعلام شكلي يعني ما عدا القنوات الخاصة المتخصصة. ما نجده مثلا برامج دينية في قنوات عامة، يعني برنامج مدته نصف ساعة أو ساعة، برنامج إذاعي في الشبكة البرامجية كذلك مدته ساعة أو نصف ساعة، لكن لا نجد هذا الإعلام المتخصص الذي فيه شبكة متنوعة من قضايا دينية يحاول أن يوصلها إلى المجتمع. هذه نقطة مهمة أثارها الأخ زكريا، أنا أشاطر فيها بكل قوة. نعم. نعم دكتور، يعني لديكم كتاب أنتم حول موضوع الإعلام الديني، وأشرتم إلى مسألة عدم التخصصية. يمكن مشكلتنا، والدكتور يحيى أكيد يعني سوف يشاركنا بهذا الرأي، أنه نحن نحارب التخصص، نبعد المتخصصين، ونحن يعني صرنا كأنه مجتمع الارتجال. الخطاب الذي يقدم دكتور العربي، برأيكم ألا يزال هذا الخطاب يعيش في التاريخ كما قال في القسم الأول من هذه الحلقة؟ نحن نغرق في التاريخ وفي مشاكل التاريخ، والأرض تضيع من تحت أقدامنا. هناك مشكلة في المضمون، هناك مشكلة في الخطاب، لم نستطع أن نطور هذا الخطاب. هل تؤيدون هذه الفكرة؟ مسألة الخطاب الديني والإعلام الديني وتعاطينا مع الإعلام الديني وتعاطي الحكومات مع الإعلام الديني، هي بشكل المناسبات يعني بشكل الفعل وردة الفعل، لا يوجد لنا استراتيجية يعني كاملة في تعاطينا مع هذا الإعلام الديني، لأن الإعلام الديني نستطيع نبني به مجتمعات سليمة، أفكار سليمة، برسالة قوية جدا في مجتمع، نستطيع أن يكون مجتمعا متماسكا، لكن نحن الآن لا توجد لدينا هذه الاستراتيجية. كل قضايانا نعالجها بالآنية بالمناسباتية، يعني إذا فيه شيء حصة فيه مناسبة نقوم بحصة معينة حول هذه المناسبة، لكن لا يوجد استراتيجية كاملة في هذا الجانب. هذه نقطة أولى. بالنسبة للكتاب الذي نعم تفضلوا. بالنسبة للكتاب الإعلام الديني، هو طرحنا فيه كتاب حول المفاهيم، حول التجارب، حول استراتيجيات الإعلام الديني في الجزائر وبعض الدول العربية، وكانت هذا الكتاب مسمى من بعض الشخصيات الدينية والمشتغلين في هذا الحقل من إعلاميين ومن أساتذة إعلام. بالمناسبة هذا التخصص غير موجود في الجامعات، لعلمكم أنه لا يوجد شيء اسمه إعلام ديني في كل المعاهد الإعلام على مستوى الوطن العربي، وهذا كذلك مشكل ومشكل كبير جدا. لا يوجد لا مقياس ولا أي شيء من هذا النحو في تدريسنا الجامعي، ونحن أكدنا على ضرورة وجود هذه المقاييس في التدريس الجامعي حتى يتكون الإعلاميين الذين يديرون قنوات إعلامية متخصصة في هذا التخصص، أو يشتغلون في إنتاج حصص معينة في هذا المجال. يعني هي كما أشار الدكتور يحيى، هي مشكلة مزدوجة دكتور العربي، أنه لا في اختصاص بالجامعات للإعلام الديني، والقيمون على الوضع الديني لا يصرفون على الإعلام. دعني أنتقل إلى الدكتور يحيى. دكتور، خطاب التطرف والإقصاء، نلاحظ هذا الخطاب له يعني آذان كثيرة،
برأيكم هل المشكلة هي مشكلة جمهور يحب أن يسمع هذا الخطاب، أو هي شطارة كما نعبر باللبناني، شطارة من الموجه؟ نعم، من الكتب المهمة في هذا السياق وتمنى أن يقرأ سيكولوجية الجماهير. للجماهير سيكولوجية معينة، وهنالك دعاة صنعتهم الجماهير أيضا. والجماهير تعودت على أن الذي يصرخ ويرفع الصوت ويقول الكلام البذيء هو الداعية المخضرم، الداعية الذي يجب أن يسمع. أما إذا كان المرء عقلانيا عاقلا يقدم الفكرة القوية والحجة الساطعة والخطوط العريضة ويقوم خطابه على الإبهار والاختصار، هذا بسيط. وأخي الدكتور بوعمامة يعرف في الجزائر كان الدعاة الموضوعيون يسمونهم فقهاء الثورة الزراعية، يعني نسبة إلى مشروع هوارب ومدين. أما الذي يصرخ ويدعو إلى محاربة الجيش الجزائري والشرطة، هذا مجاهد، هذا ابن جلا وطلاع الثنايا. بل تجد أن الذي يلقي خطابا عقلانيا الذي يحضر مسجده 3-5، أحدهم مريض عقلي والثاني عنده انفصام في الشخصية، والثالث نعسان أحسن بده يروح للمسجد. مثل تماما تدخل إلى اليوتيوب تجد مفكر عنده محاضرة عن شروط النهضة، عدد المشاهدات 3، الذي ضغط على الزر شخص يستخدم المخدرات، الثاني ضغط خطأ. أما مطربة عربية راقصة عدد المشاهدات 15 مليون. هناك إذن أزمة، هناك أزمة جمهور، هناك إشكال في الجماهير. وهذه الجماهير ربيت على هذا، يعني مثلا في لبنان عندكم المتخلق المتقي يقال له ده معثر مسكين بسيط، يعني صاحب الأخلاق صار معثر الآن. هكذا مجتمعاتنا صارت للأسف. أن تكون ذا صدق وذا أنفة وذا رجولة وذا شهامة، أنت لا تقدر على مواجهة التحديات. تحمل مسدس، هذا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى خلع العمامة تعرفوه وليس متى وضع العمامة. نعم. إذن هناك إشكال في تربية هذا الجمهور. نحن تعودنا على مسألة أن العوام يجب أن نتحكم فيهم وننظر إلى الناس على أساس أنهم عوام، وهي حتى في التعبير الفقهي في المصطلحات الفقهية عوام الناس. لما عوام يا أخي؟ لما عوام؟ ما دام الله تعالى قد خلقهم، الله يرزق الكافر ويرزق المؤمن، والله تعالى في الحديث النبوي سمى عباده بعيال الله. فعلام هذه النظرة الأرستقراطية العالية إلى الجماهير. ثانيا، أشرت إلى الإعلام الديني، دعني أفصل في هذه النقطة تحديدا. الإعلام الديني أولا لا يهتم به، ثانيا غير موجود. أعطيني أنت قناة متخصصة في الإعلام الديني. عندما نقول الإعلام الديني يعني الرسالة الإسلامية، يعني الأخلاق، يعني العقيدة، يعني التفسير. أنت عندما تتأمل بعض البرامج الدينية، أقول بعض البرامج الدينية في الإعلام العربي، يوجد قناة عربية ميزانيتها 1.2 مليار دولار سنويا، فجرت الأمن القومي العربي. الرئيس بشار الأسد كافر، الرئيس السيسي كافر، الرئيس زين العابدين كافر، لكن عندما يأتي بنيامين نتنياهو أو يأتي شمعون بريز إلى هذه الدولة لا يشكل عليه. بنيامين نتنياهو الصحابي جليل، وشمعون بريز من السلف الصالح. نعم، لاحظت هذا؟ نعم. هذا التحوير. نعم. يوجد قناة أيضا متخصصة في البرامج الدينية. اليمنيون الحوثيون كفار أنجاس روافض، يجب قتلهم، يجب ذبحهم. هذا هو الإعلام الديني. يعني هذا الدين هذا الدين المدجن، يعني هذا الدين المحور والمزور والمكور والمعور. طيب. هذا الدين الذي قدمه لنا الإعلام الديني. اليوم أن تدعو إلى الوحدة الإسلامية فأنت منبوذ. أن تدعو إلى الحوار الإسلامي الإسلامي، البعض يتبنى الحوار الإسلامي المسيحي. يا أخي رتب الحوار في الدائرة الإسلامية. نعم. اليوم داخل البيت الشيعي خلافات، داخل البيت السني خلافات، داخل البيت الزيدي خلافات. الوقت داهمني وأريد أن أعود إلى ضيفي. ألا تريد أن تسمع الحقائق يا أستاذ حسن؟ بلى، ولكن الوقت لا يسمح، هو هذه المشكلة. سأصفح عنك لأنك ذاهب إلى وطني، لا إشكال. نعم. وإنما الحب للحبيب الأول. الأول يعني. سلامك. نعم. الله. دكتور العربي، نلاحظ أن الجماهير الإسلامية، جمهور التيارات الإسلامية، هو جمهور واسع في العالم العربي والإسلامي، ولكن الإعلام الإسلامي إعلام يكاد يكون مغيبا إذا أردنا أن نتفائل.
برأيكم هذا يعني هذا كيف نقرأ هذه الإشكالية، هذا البون الشاسع بين حجم الجمهور والتيار وبين حجم وجود الإعلام؟ فعلا هناك فرق شاسع وهناك مفارقة كبيرة، خاصة بين المادة الدينية التي تقدم في هذا الإعلام. المادة هزيلة جدا ومحتواها ضعيف جدا، ومن يقدمها كذلك لا يقدمها بالصفة التي يجب أن تقدم بها هذه المادة. نعم. يعني هذا ما نقوله عن طرحنا لهذا الموضوع، لأن الجماهير ما نشهده، لأن نستطيع أن نقيس هذا، لأن ما نشهده اليوم في منصات التواصل الاجتماعي في الفضاء الافتراضي بصفة عامة شيء رهيب ورهيب جدا. المتابعة كبيرة جدا لبعض القنوات الطائفية، ببعض القنوات التي تدعي أنها دينية، تحاول تفكيك المجتمعات بخطابها الرديء، بخطابها الذي يحث على الكراهية. يعني نجد متابعة كبيرة. أما بالقنوات التي يجب والتي المفروض أن تقدم خطابا معتدلا رصينا يستطيع المجتمع أن يتعاطى مع هذا الخطاب، فنجد متابعته ضعيفة وقليلة. هذا الخلل يجب أن نقوم بقياسه، أن نعرف أين مواطن الخلل. هي معروفة، لكن حتى نعرف الحقائق كما هي. نعم. يجب لنا من وقفة حول هذا. نعم. الدكتور العربي أبو عمامة، الكاتب والأستاذ الجامعي في مجال الإعلام والاتصال، كنت معنا من الجزائر، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة الطيبة. شكرا لكم، وتحياتي للأخ زكريا. الله يبارك فيك. شكرا. سلمك الله. دكتور يحيى، بعرف أنه صعب جدا عليك، ولكن بنصف دقيقة، أين نحن ذاهبون الآن؟ نحن في شهر رجب. نعم. وشهر رجب كما تعلم شهر البطولات والفتوحات ومواليد الأطهار والأخيار. نعم. وفيه أيضا ذكرى البعثة النبوية. نعم. هذا الرسول العملاق صلى الله عليه وآله وسلم جاء برسالة إنسانية، رسالة أخلاقية، رسالة عظيمة. عندما تتأمل ماذا فعل كثير من الإعلام الديني برسالة رسول الله، حولها من الرحمة إلى الذبح، من البناء إلى الهدم، من الترميم إلى التفجير، من التفكير إلى التكفير، تبكي وتقول: أيها المسلمون، كلكم مسؤول أمام رسول الله. الله. يوم القيامة حضروا جوابكم. قسما بالله، كل منا له وقفة مع رسول الله عندما يسأل، وهو السائل: أمتي نسي حتى نفسه، ماذا، كيف قدمنا رسول الله وكيف قدمنا الإسلام؟ لقد سلمتكم إسلاما أصيلا قويا. خلاصة القول سيدي. نعم. حسن أخي الحبيب، الإسلام فكرة عملاقة ابتليت بمحامين فاشلين هم المسلمون الذين دكدكوه. لما ارتفعنا إلى مستوى الإسلام ارتفعنا حضاريا، ولما أنزلنا الإسلام إلى مستوانا غزانا العالم وفتحنا العالم. هذه خلاصة القول. أيها الناس، يا من تقدرون بالمال، والله العظيم وسيلة إعلامية بسيطة أو منصة رقمية. نعم. تدعو الناس إلى الصلاح، تعرف هي صدقة جارية تبقى. صح. هي منبع لتقويم الإعوجاج. نعم. رب شاب غربي الآن يسمعنا ويريد المزيد، يريد المزيد. متعطشون للفكر الحضاري الإسلامي الأصيل. أين نجد كل هذا؟ في التويتر، في الانستغرام، في المنصات الرقمية. سأختم مع هذه الدعوة ومع هذا النداء بصوتكم، ولن أزيد على ذلك، لأنه فعلا هي دعوة من القلب. دكتور يحيى أبو زكريا، أشكركم جزيل الشكر على حضوركم، على مشاركتكم. سلمك ربي. الشكر موصول إلى ضيفي من الجزائر الدكتور العربي أبو عمامة، وضيفي من بريطانيا الأستاذ أحمد الحلفي. الشكر موصول إليكم مشاهدينا ومستمعينا على حسن المتابعة. نلقاكم الأسبوع القادم بإذن الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.